لو كنت ناوي على السفر بس عن جد عن جد لو كنت ناوي على السفر قريبا بنصحك تقعد شوي وتركز بهالفيديو لانه بهمك. اكيد كلكم بتعرفوا طائرات بوينغ، اغلبكم سافرتوا بهالنوع من الطائرات لانه هي اصلا الاكثر مبيعا بالعالم. مو هون الموضوع، الموضوع انه هالنوع من الطائرات عم بصير فيها مصايب، يعني براغي مفكوكه، ابواب الطوارئ مخلعه، والعجلات بتوقع، حتى المشاكل وصلت لطائره بلينكن الخاصه، والازمات هاي ما عم تخلص. مؤخرا تعرضت بوينغ لازمه جديده لدرجه انه السلطات التنظيميه طالبت شركات الطائرات بفحص الطائرات من هذا النوع. حتى طائرات بوينغ من طراز ماكس 9 تعرضت لمشاكل من قبل. هلا رح احكي لكم عن ابرز حوادث بوينغ اللي عملت ضجه كبيره. بال2019 تحطمت طائره بوينغ تابعه للخطوط الجويه الاثيوبيه بعد دقائق من الاقلاع، وعلى متنها كان 149 راكب كلهم ماتوا. وبال2018 كمان طياره بوينغ تحطمت بالبحر قريب اندونيسيا، وعلى متنها قرابه 190 شخص كمان كلهم ماتوا. المهم لو حابين تعرفوا The Dark Secret فوتوا على نتفليكس واحضروا دوكيومنتري اسمه Downfall The Case Against Boeing، بيشرح عن هاي الحوادث اللي حكيت لكم عنها والقضايا ضد بوينغ.